أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد سبحانه من إله عظيم رحيم إذا عومل أثاب وإذا دعي أجاب قال عن انتهى كرمه ومبلغ رحمته ورحمته وسعت كل شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الباطن فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الحكيم الخبير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال الله تعالى في محكم التنزيل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحكم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب وأيها الأخوات الكريمات ومرحبا بكم في آخر جمعة من هذا الشهر الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وحضراتكم من عتقاء الله تعالى في هذا الشهر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وحضراتكم ليلة
قلبي. أيها الإخوة الأكارم، رسائل في هذا اليوم الطيب المبارك علنا تكون لنا تذكرة وتكون لنا عودا. والله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة الأكارم، وأول هذه الرسائل هي رسالة أنك مهما بقيت في هذه الحياة فلا بد لك ولكل نفس من أن تذوق هذا الكأس الذي كتبه الله تعالى على جميع خلقه، حيث قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. All this due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we seek His help, we seek His forgiveness. And I bear witness, there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, there be a worship. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last and final messenger and prophet to all mankind. My dearest and respected brothers and sisters, today insha'Allah ta'ala, in the last khutbah in Ramadan, there is some messages as a reminder for every one of us. The first message is, you and I, just a couple of days, our life in this dunya is very limited. And every soul, every creation must taste the death. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran Kareem in Surah Al Imran, كل نفس ذائقة الموت. And Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al Qasas, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. وقال تعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. All these verses speaking about there is every soul will taste the death. There is every creation will come to the end, which is you will meet Allah subhanahu wa ta'ala. As Ramadan almost over, we must take the first lesson. Our time in this dunya is very short, so we should take this opportunity and collect as much as we can from good deeds. So when you meet Allah subhanahu wa ta'ala, you will feel happy. Allah Azza wa Jal told us all in the Quran Kareem in Surah Al-Isra, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Allah subhanahu wa ta'ala said that every soul in the hereafter will receive the book. And Allah Ta'ala will ask every one of us to read your own book. This book will never miss anything, big or small. Let us read what Allah Ta'ala said in this book in Surah Al-Kahf. Every one of us read the Surah every Friday. When Allah Ta'ala mentioned about some people, they was not doing good in dunya. And when they receive their own book, they start to regret and they was wishing if they can go back to dunya. Allah Ta'ala said in Surah Al-Kahf, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. This verse, والله it's more than enough to stop everyone and to make him recognize, hey, whatever you are doing, you will see it. In the time, no regret will benefit you. Allah Ta'ala said, when the book being given to everyone, the loser, المجرمين, the sinner people, they will say, woe to us. Woe to us. How come this book never miss anything, big or small? And listen to that. Allah said, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَضِرًا. And he found everything he did appear in their faces. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَضِرًا. And listen, وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty, He is the source of justice. He never oppressed anyone. So my dearest and respected brother, the first message is, as Ramadan comes to the end, our life also has an end. So be smart and collect the good deeds. When you meet Allah subhanahu wa ta'ala, you will feel happy. يا أيها الإخوة الأكارم, أما الرسالة الأولى فهو كمن قضى رمضان. ستنقضي أعمارنا في هذه الحياة. ولا يبقى على وجه الأرض أحد, لأن الله تعالى ذكر في آيات عديدة ومواضع عدة أن كل مخلوق خلقه الله لا بد وأن يأتي عليه هذه النهاية. كل شيء, كل شيء هالك إلا وجهه, له الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الإخوة الأكارم, ليجتهد كل منا أن يعمل أعمالا صالحة, فإن الله تعالى برحمته قال لنا في كتابه الكريم من سورة الإسراء أن كل إنسان سوف يستلم كتابه ويقرأ كتابه فلا يلومن إلا نفسه. قال الله, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ, الأمر هنا اقرأ كتابك, كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نكون من هذا الصنف الذين ذكرهم الله تعالى فقال عنهم أنهم مجرمون. قال الله عز وجل عن طائفة من خلقه, يوم أن تأخذ كتابهم فيقرؤون فيجدون أعمالهم كلها موجودة فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. اسمع ماذا قال الله تعالى في سورة الكهف, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه, خائفين مما فيه, عارف هو نيل ايه في الدنيا, عارف سوى ايش في الدنيا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أخي الكريم, أختي الكريمة, كما رمضان سيأتي إلى نهايته, حياتنا في هذه الدنيا لها نهاية, فلنجتهد في عمل الصالحات. وأما الرسالة الثانية فهي انظروا إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض. وحدتهم هذه الشعيرة الجليلة, شعيرة الصيام, الركن الرابع من أركان هذا الدين. وحدت المسلمين في شتى بقاع الأرض على اختلاف لغاتهم واختلاف أعرافهم وأعراقهم وجنسياتهم, الكل
التزم أمر الله، الكل صام لله، الكل يتعبد لله تعالى بهذه الفريضة. فهي دعوة من الله تعالى لنا ألا ننسى أصلنا وأننا أمة واحدة، وليست هناك أمم إسلامية بل هناك أمة إسلامية، أمة واحدة. قال الله لنا في كتابه الكريم في موضعين كريمين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سبحانه وتعالى، وفي موضع وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فكما وحدنا الصيام ينبغي أن نتوحد في كل أعمالنا شعوريا ووجدانيا، وأنه إذا أضر بمسلم أمر في أي مكان كأنه أضر بي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف المسلمون لم يتحدث عن أهل المدينة فقط، لم يتحدث عن أهل مكة فقط، إنما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأمة الإسلام جسد واحد كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، إن أصابها مكروه في شرق غضب له من في الغرب. هذا هو الأصل، هذا هو الإسلام، هذه هي الوحدة التي أمرنا الله تعالى بها. قال الله في سورة آل عمران، قال الملك، يقول الله تعالى في هذا البيان: واعتصموا. لمن هذا الخطاب؟ للمؤمنين كافة عرب وعجم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الجليلة التي وحد بها الإسلام الناس. فكان الأوسي الذي كان يحارب الخزرجي لما اجتمع على الإسلام أصبح هو وهو، أي الأوسي والخزرجي، ينافح بعضهم عن بعض ونسوا الخلافات لأن الإسلام جمعهم، لأن الإسلام وحدهم. هذه هي الرسالة المهمة لنا في هذه الأيام، ألا ننسى ولا نتغافل عما يحدث لإخواننا وأخواتنا في غزة وفلسطين. هؤلاء الصفوة المختارة الذين ذكرهم الله تعالى وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، حين قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله أين هم؟ قال: هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. أيها الإخوة الأكارم، إن من خصائص هذه الأمة أنها أمة صاحبة جسد واحد، ومن خصائص هذه الوحدة أن تشعر بما يشعر به أخاك المسلم. وكلنا والله أسى وحسرة حين نرى ما يحدث لإخواننا في غزة، أبرياء، أطفال، نساء لا حول لهم ولا قوة، يقتلون بدم بارد. لماذا؟ لأن المسلمين تناسوا هذه الوحدة، وحدة العقيدة، وحدة الدين، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. My dearest and respected brothers and sisters, the second message in this khutbah, which is as Ramadan united the Muslim Ummah all over the globe, we must learn that, and we must learn the lesson of unity.
and the importance of unity. Look to the Muslims all over the map. East, west, north, south, all of them, they fast to Allah subhanahu wa ta'ala. All of them has the same fariḍa, sha'ira, which is as-siyam. So what is the message? The message is, as we become united, when we fast, we must make our unity in every single action in our life. Why? Because we have only one nation. It's the nation of Islam. We don't have nations. We have only one ummah, one nation. Ummah to Islam. Regardless your color, your language, your background, you are my brother. From the east, from the west, from everywhere. As long as you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you become my brother. And this is what Allah Ta'ala mentioned to us in the Quran in two times. Allah Ta'ala said, وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Indeed, your ummah is one. And I'm your Lord, so worship me. In another part in Quran, Allah Ta'ala again said, indeed, your ummah is one. And I'm your Lord, so fear me. My brothers, the most important lesson we should learn from fasting, to become united. To feel whatever happened to your own brother and sister in every part of the world. Why? This is what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us in the hadith. When he said, salawatullahi wa taslimatuhu alayhi, the example of the believers as the whole body. If any illness gets hurt, all the body will feel the same pain. And all the body will spend the night awake because of the pain. One illness only, one limbs only being hurt. So my dearest and respected brothers, unity is the most important for the Muslim Ummah. As we fast, all of us, the month of Ramadan, we must practice unity and to feel that the Muslim Ummah is one body. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the Islam in our heart, increase our faith. Allahumma ameen ya rabbal alameen. Aw kama qala ibn Allah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، وأما الرسالة الثالثة فهي هنيئا لكم معشر الصوام والقوام، هنيئا لكم أن أمد الله في أعمالكم فأدركتم رمضان فصمتم نهاره وقمتم ليله. يا بشرى من صام وقام، يا سعد من صام وقام، هنيئا لكم رحمة الله تعالى. فالله تعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجب أن تستشعر الفرح والسرور أن أمد الله في عمرك فصمت رمضان وأعانك الله على قيامه وأعانك الله على قراءة القرآن. هذه والله أكبر نعمة
وأفضل منة من الله سبحانه وتعالى عليك كمسلم أن أمد الله في عمرك وأن أدركت رمضان. ونسأله بفضله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه الرسالة التي ينبغي عليك أن تستشعرها، أن تفرح لطاعتك لله، أن تستبشر بطاعتك لله، وأن تؤمل خيرا في الله سبحانه وتعالى. فهو الكريم عز وجل لا يخيب ولا يخيب من دعاه، إذا دعوته أجابك، وإن لم تدعوه علم حاجتك فأعطاك إياها قبل أن تدعوه. فيجب أن تستشعر الفرح. The third message today is you must feel happy. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala give you long life to witness Ramadan, to fast Ramadan, and to pray the night prayer. Wallahi, this is such honor to witness Ramadan and to fast Ramadan and to pray night prayers. Allah subhanahu wa ta'ala asks us to feel happy when you do good deeds. When you have good deeds, you must feel happy in your heart that you are working toward Allah subhanahu wa ta'ala, seeking His forgiveness and seeking His help subhanahu wa ta'ala jalla fi ala. You are trying your best to make your Lord happy with you. You are pleasing your Lord. So feel good in your heart. Allah ta'ala said in Surah Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Say to them, O Muhammad, by the bounty of Allah and His mercy. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Let them feel happy. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. That when Allah Ta'ala help you to fast Ramadan and to pray night prayers, wallahi, it's better than anything you imagine in your mind. Why? Because you fulfill your duty as a Muslim. You fast the day and you pray the night. My dearest and respected brothers and sisters, every one of us working toward to gain the night of al-Qadr, Laylat al-Qadr. Do you know there is one night better than the night of al-Qadr? Or will have the same reward as a night of al-Qadr? What Allah Ta'ala said about the night of al-Qadr? The night of al-Qadr better than 1,000 months. There is nothing better than that. But there is one night, you and I can do it every time, not only in Ramadan, and will be better than the night of al-Qadr. In two authentic hadith. In two authentic hadith. First one, narrated by Al-Hakim, وابن حبان والبيهقي. And it's authentic hadith. Narrated by Abu Hurairah رضي الله عنه. Abu Hurairah رضي الله عنه said, I was in Ribat. Ribat, which means he was one of the borders between the Muslim and non-Muslims. Guarding the borders of the Muslims. Ribat. This is what called Ribat. فسمعنا جلبة فخرج الناس فقيل لنا لا بأس. فوقف أبو هريرة رضي الله عنه فقيل له يا أبا هريرة لما وقفت ولا بأس؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا رباط ساعة فيه. الله أكبر. الله هنيئا لكم يا أهل غزة والله. لا رباط ساعة في سبيل الله خير من اعتكاف ليلة القدر عند الحجر الأسود عند الكعبة. الله الله. أبو هريرة سيد Abu Hurairah said he was in the Ribat, in the border, and something happened and every Muslim ran away to see what's going on.
So, then they said there is nothing. Everything is okay. Everyone go back to his base. Abu Huraira, he stand. He never moved. Do you get the point? If you need to take the role of Malik al-Qadr, listen to that. So what happened to Abu Huraira, what he did? He stand, he never moved. People told him, Abu Huraira, there is nothing, go back to your base. He said, no. Wallahi, because I heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, to stand in Ribat for 1 hour, only 1 hour, is better than making i'tikaf in the night of al-Qadr in al-Ka'bah near to al-Hajar al-Aswad. Allahu Akbar. And look who's making Ribat every night. Our brother and sister in Gaza. Second hadith, narrated by Ibn Umar, radiallahu anhuma. He said, أتدرون أي ليلة أفضل من ليلة القدر؟ قالوا ما هي؟ قال حارس حرس في ليلة لا يدري أيرجع إلى أهله أم لا. حارس حرس في ليلة لا يدري أيرجع إلى أهله أم لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكر حديث narrated by عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Telling us about the benefits of making ribat في سبيل الله. He said, would you like me to tell you about one night better than the night of al-Qadr? He said, yes. He said, a man who went to be as a guard in a border for one night, but he didn't know if he was still alive to go back to see his family or he would be as a shaheed. This person, his night is better than night of the Qadr. Who do you think is doing that? Your brothers and sisters in Gaza, every night, they expecting death. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant this reward to Zimbabwe. Last thing, don't forget the Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, 15 dollars. For every male and male and female, small or old, male or female, and $15. Masjid will not collect any zakat of fitr. You have to distribute it according to your knowledge. You give it to your own people in your back home, give it to people, give it to any organization helping people in Gaza, whatever you do. But every single human being, young, old, male, female, $15. And why? Because Allah Ta'ala will clean your fasting. Maybe you said something, maybe you looked to something that is not legal. This sadaqah will purify your fast. May Allah accept our deeds of Allah. هذه النقطة يا إخوة هي زكاة في 15 دولار على الفرد صغيرة وكبيرة ذكر المؤمنة حرة معاك وهي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث. قلت كلمة شمال يمين بصير كلمة شمال يمين دي بتطهر لك الصوم وطعمة للمساكين. فبادروا بإخراجها والمسجد لن يتسلم أي زكاة الفطر. فأنت مكلف بأن تخرج زكاة فطرك. أما زكاة المال فأنا أسألكم جميعا أن تمدوا إلى العون إلى مسجدكم. فوز زكاة المال I'm encouraging everyone to help your masjid, support your masjid for zakat al-mal. Don't forget your local masjid here from your zakat al-mal. But zakat al-fitr, which is $15, masjid will not be responsible about it, will not collect it. May Allah Ta'ala guide us all of them. Ameen. Allah barakul barakul. Allah barakul barakul. Allah mashayam barakul. Allah mashayam barakul. Allah mabattalam atalakul anna. Allah ma'in ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadika ya Rabbil alamin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم كل إخواننا المسلمين في غزة يا رب العالمين اللهم داو مريضهم اللهم شاف جريحهم اللهم أقع جناحهم اللهم أمن خائفهم اللهم آوي شريدهم اللهم كن لهم خير معيدا معين اللهم إنا نسألك ليلة القدر يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من حاضرين واجعلنا من موقنين
واجعلنا من المغفور لهم في ديارهم الرحمن. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله. أقم الصلاة. إن الصلاة. Because we're brothers.